في رفح المشهد الحقيقة اللي هتعبر عنه الزوجة لما يبقى فيه أمين شرطة ومعاه زوجته ومعاه ابنتيه طفلتان يعني، ويتم إطلاق 9 رصاصات عليه قتلوه، لكن الزوجة نجت هي والأطفال. شوفوا حتى العمليات الإرهابية الدنيئة لما يلاقوا أمين شرطة وسط عائلتي حتى يخافوا، لكن للأسف الشديد ما عندهمش أي حواجز تتعلق بالقيم والمبادئ. اللي هيقتل ويسفك الدماء ويغتصب وطنا ويختطف وطنا توقع منه كل شيء. أمين الشرطة سعيد لطفي تم اغتياله في وجود أثناء وجوده في السيارة مع زوجته ومع ابنتيه. هو كان خرج الساعة 6 الصبح، راح منفذ رفح البري، رجع الساعة شغله طبعا 12 ساعة، رجع الساعة 8:30، نزلنا البلد، قال قابلوني هناك بالعربية، عربية لانسر سودا، بيجيب طلبات للضباط. بس جينا الطلبات وقعدنا شوية في الحديقة في البلد بالبنات، خرجهم وكده وروحنا. كانت الحادثة الساعة 10:30 بالظبط. رجع بالعربية بظهره تحت العمارة في المدخل، ففوجئنا باتنين ملصمين قدام بقالي، واتوفى بقى صابوني 9 طلقات، في منهم اللي جه في العربية واللي جه فيه. كانت جنات سبقتني فتحت الباب ونزلت، وفضلت أنا وروان معاه. كنا فجرنا مع بابا، روحنا كان هو بيرجع بظهره، راح ايه ضربنا عليه. هو بيجي لنا هنا في الجنة، وبيجي لنا هنا بالفراشة، ومرة كان جنب روان على السرير، ومرة كان على عباية ماما. لقيته بيتشاهد، فبقول له في إيمالك، فبصيت قدام العربية لقيت الاتنين الملثمين دول يعني. فأنا ممرضة أصلا، بقيت بتعامل بقى كأني زوجة وكأني ممرضة في نفس الوقت يعني. فالحمد لله أول ما توفى نطقته الشهادة، وقلت لهم أجرني في مصاباتي وأخلف لي خيرا منها يعني. كانت واحدة في قلبه وكان الباقي في راسه يعني، مخه طلع على إيدي وأنا بتعامل وبكتم الدم ونطقه الشهادة. كان عامل حساب لليوم ده، يوميا كان بيستشهد ويسلم علينا وهو خارج، ولما يرجع نقول الحمد لله يعني. أنا حامل في أول السابع اهو، هو قبل ما يتوفى يوم ما توفى المغرب يعني، قال لو ولد سموه محمد ولو بنت سموها لينا يعني. شايفين الطفلة ابنة الشهيد وهي تتحدث عن ان ابوها في الجنة، لكن بيجي لهم على فراشة في البيت ويدخل البيت. يعني هذه الحالة التخيلية والخيالية بتعبر عن مأساة الاطفال اللي بيستشهد ابائهم. وجماعة الاخوان تتحدث دايما عن انه اطفالنا الذين قتلوا ونسائنا، لكن ما بيشوفوش الذين يسفكون دماءهم كل يوم من العائلات والعائلات التي يحطمونها بعد قتل عائل هذه الأسرة، لأنه أمين شرطة يعني يستقون على الجنود وعلى أمناء الشرطة بالشكل اللي احنا بنشوفه. مأساة عائلية يعني، لو عندهم دم يسمعوا كلام هذه الطفلة ويتألموا، ولكنهم لن يتألموا لأنهم بلا قلوب يعني، لا يفهمون لا في المشاعر ولا في الوطنية، ولا يفهمون إلا لغة الدماء ولغة القتل.